من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها: فتنة الأزهر والأوقاف على المنابر، إحباط تفجير سيارة مفخخة بالشيخ زويد، العموم البريطاني يشيد بالأمن في شرم الشيخ، وحضن أوباما وهيلاري على فيسبوك. وإليكم تفاصيل النشرة. فتنة المنابر. فقد أدى وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة، واستمع إلى إمام المسجد وهو يؤدي الخطبة المكتوبة، وذلك على الرغم من رفض هيئة كبار العلماء برئاسة دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في حين ألقى خطبة الجمعة بالجامع الأزهر دكتور محمد عبد العاطي، حيث دار موضوعها عن الوحدة الوطنية وحقوق المسيحيين في الإسلام، وكانت ارتجالية ومخالفة للموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، وهو النظافة كسلوك حضري. أحبطت قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء محاولة تفجير سيارة مفخخة، وتمكنت من تدبيرها وقتل مستقليها، حيث كانت السيارة متوجهة إلى كمين موجود في طريق المؤدي إلى قسم شرطة الشيخ زويد، فاشتبهت فيها القوات وأطلقت النار عليها وفجرتها دون وقوع إصابات بين القوات. كما كانت السيارة تحمل مواد متفجرة وأسلحة، ويستقلها 6 أشخاص لقوا مصرعهم جميعا، وتم تدمير السيارة والمواد التفجيرية. إشادة دولية. فقد أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن زيارة وفد أعضاء مجلس العموم البريطاني تأتي في إطار دعم السياحة والتأكيد على أن شرم الشيخ آمنة. من جانبه قال اللواء عماد البلاسي مدير مطار شرم الشيخ إن الوفد البريطاني أشاد بمنظومة الأمن بالمطار، حيث شملت الزيارة متابعة إجراءات تأمين السائحين ومدى تطور المنظومة الأمنية بالمطار ومختلف أنحاء المدينة. فواتير كهرباء شهر يوليو بالأسعار القديمة. هذا ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الكهرباء دكتور محمد اليماني، موضحا أنه لا توجد زيادة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء عن يوليو الجاري حتى يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء بعد موافقة مجلس الوزراء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا. يوم الحوادث. فقد أعلنت وزارة الصحة عن وفاة شخصين وإصابة 35 آخرين نتيجة حادث تصادم بين أوتوبيس تابع لشركة سياحية وسيارة نقل بطريق غارب الغردقة، وفي الشرقية لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون نتيجة تصادم بين قطار وسيارة ربع نقل بمزلقان أكياد البحرية بفاقوس، كما لقى مواطن مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية العين السخنة بالسويس. حضن أوباما وهيلاري على مواقع التواصل. فقد سخر رواد فيسبوك وتويتر من معانقة رئيس باراك أوباما لهيلاري كلينتون بعد خطابه في المؤتمر الوطني الديمقراطي، حيث قام بعض النشطاء بتركيب الصورة على مشاهد كثيرة، فمنهم من وضعها وسط ضحايا المعارك في سوريا والعراق. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.